الحمد لله. عم احمد منور الدنيا كلها والله. حبيبي عمور الله يبارك لك. كل سنه طيبين الاول. حبيبي وانت طيب وخير. ايه رايك في الفرجه الجميله دي؟ يا باشا احنا جميله بوجودكم انت حبيبي والله. احلى حمام والله واحسن فرجه. تقول لي الغواية الحمام. عايزين نشوفهم دايما بخير وكويسين مع بعض ونتجمع دايما في الخير. يا رب. يا رب دايما. بالي. حبيبي عم عمرو. حبيبك بالي. حبيبي يا باشا. منور الدنيا كلها يا باشا. حبيبي. حبيبي عامل عم حسين الحمد لله والله حياتك عامله ايه؟ ملك الحمد لله يخليك. ايه رايك في الفرجه دي؟ لا والله تسلم ايديهم والله الناس على دماغنا من فوق والله ربنا يبارك فيهم. عايز تقول ايه لغوايه الحمام؟ سلموا يا سلام. اه والله ريت بس كل واحد يعني يبطل كلام ويشتغل ويورينا اجتهاداته بس كده. ايه دي اهم حاجه؟ هجيبك. اه والله الناس بس تورينا اجتهاداتها بس اهم حاجه يعني. الناس كل واحد يطور على قد ما يقدر علشان ينفع الغير مش اكتر من كده يعني. شكرا شكرا ليك. بص نور الدنيا كلها. ايه رايك في الفرجه دي؟ والله فيها الرجاله منورينا والله ودي وده احسن يوم والله اللي احنا قاعدين معاهم النهارده. فعلا كلمتين انت قاعد بطل فرحان. كل واحد يخليك لقمه. ايوه لقمه بيشتغل عليه ويعمل مجموعه ويدي الناس. مساء منور الدنيا منورين دايما. ايوه حماده خش هتجيبك. نورك يا عمور. خش هتجيبك. عايز تقول اللي حاول ينزل من الفل؟ كله زي الفل والرجاله منورينا النهارده والله ربنا ده منور وربنا يوسع عليهم كلهم ويوسع على اصحابهم. حبيبي حمام. حبيبي حمام. منور يا كبير. انا دماغي منور الدنيا كلها والله. منور عم حسام. تقول ايه اللي جواه القاهره والفرجه الجميله اللي شفتها دي؟ والله الناس متعتنا باحلى حمام. ربنا يبارك لهم ويزيدهم يا رب. حبيبي. ونتمنى نشوف كل سطح في مصر عنده عم جميل كده. حبيبي. لا في ناس مريضه. عم محمود. حبيبي يا باشا. منور الدنيا كلها يا باشا. كل سنه طيبين متعتونا واكرمتونا والله. حبيبي ده مكانك. الله يبارك فيك. ايه رايك في الفرجه دي؟ لا ما شاء الله والله مستويات كويسه و الحمد لله يعني ربنا يديم المعروف وما شاء الله ربنا يبارك. الله يبارك. حبشي حبيبي. عايز تقول الناس اللي شرفتك النهارده وجت وال والله مبسوط ان هم شرفوني ونوروني والله ودي اقل حاجه ان هم صراحه يعني كلهم ذوق واحترام بالامانه يعني. فدي اقل حاجه نقدر نقدمها لاخواتي اللي جايين من دمام صح عشان برنس او حسام دياب او حسين رضوان. خش على الفاول اللي هرب من الكاميرا اهو جابك برضه يا عم الله يسامحك ده طول عمري ما اعرف بالكاميرا. حبيبي تقول ايه يا فاو؟ اقول والله كل واحد يخلف نفسه ويخلف غيته ويجتهد لان هو لو اجتهد هيفيد نفسه ويفيد الغيه ويفيد المجموعه اللي هم بيغوا نفس الفصيل بتاعه. لان انا طول عمري اقولها يعني اللي بيجتهد اصلا مش فاضي للكلام واللي فاضي للكلام اصلا فاضي غير. يعني من الاخر اللي فاضي للكلام مش فاضي للحمام واللي فاضي للحمام مش فاضي للكلام. بالاخر كل واحد يعمل مجموعه وعشان حم يبقى ليه طمش وعشان حم ما يخلصش وكل واحد يخلف اللون ولا اللونين اللي هو بيغواهم. ملوش دعوه فلان بيغوى ايه ولا ايه اللي ماشي ولا ايه اللي مش ماشي. اغوى مجموعتك واغوى حم كويس واعمل فيه طمش وانت كده كده بعد كده هتبيع. لان كل في ناس كتير بتجري على البيع الاول ما بيعملش حاجه. انت عامل مجموعه كويسه الاول حتى لو اي نوع بعد كده البيع هو اللي هيجري وراك. فانا عايز اسالك سؤال حلو. احنا اتجمعنا على طول وناس جايه من محافظات وجمعنا في وقت قصير قوي عشان نتفرج على حمام. طب ما احنا وسهل ان احنا نتجمع ونحط مواصفات للحمام خاصه احنا هنا متجمعين في امكانيات اهو. فالموضوع صعب في ايه؟ اللي صعب فيه والله الصعب هي بس بتبقى في الاختلافات في وجهات النظر مع اختلافات عشان احنا عايزين نختلف. لان اصلا يعني حتى بتبقى في مسميات مختلفه بس نفس المضمون وهو كل القصه بس ان هو عايز يختلف عايز يقول كلمه الانا بس انا اللي قلت انا اللي حطيت انا اللي عملت. ودي سبب المشاكل كلها هو ده السبب الموضوع ان كل واحد هو عايز بس ياخد بس ايه ما بدور البطوله مش كله يجتهد ويجتمعوا عشان يفيدوا نفسهم ويفيدوا غيرهم. لا هي دي المشكله بس ان كله انا خلقت لاختلف مش خلقت لاتحد عشان نفيد نفسينا ونفيد الغيه. لا هي دي بس كل المشكله مش عارف. حبيبي يا فندم كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيب يا حبيبي. أما أحمد إيه رأيك في الموضوع السؤال اللي سألته للفاو ده؟ موضوع اللي إحنا ممكن نتجمع أول موضوع سهل ونحط نقط أو أساسيات للحمام المكونيرات مثلاً؟ طبعاً ممكن ودي مش ممكن بس نبقى متفقين على اللي إحنا هنتكلم فيه أو على فرد الحمام اللي هنوصفه.
كل واحد ممكن يوصف على حمامه او يوصف من وجهه نظره، بس الحمام طبعا كلنا بنغواه على اساسيات. مفيش يعني مفيش فرد حمام هتغواه تطلع بره الفصيل بتاعه. كل فرد حمام ليه قاعده وليه تقاليبه، ونتمنى كل الناس يعني تغوى باب ولا اتنين وتقدر تحافظ عليه. يعني انت مع ولا ضد اللي يقول لك اصل ده الشكل الجديد من الحمام؟ في اي لون بقى؟ اصله شكل جديد هنوديه فين يعني؟ على اصوله. ممكن تزيد في الحمامه يكون فيها انسيابيه، يكون فيها شكل كويس، بس انا في الاخر بربيه على اصوله. هطلع بره الفصيل هروح فين بيه؟ تمام. استاذ محمود عايز تقول ايه بمناسبه السؤال اللي سالناه الغوايه كلها؟ هو عايزين نسمع رايك برضه. والله انا مع زي ما قال ابراهيم احمد شلبي، كلنا يعني مفيش اختلاف، يا بتعتبر في المسميات حاجات بسيطه، والاساسيات محدش يختلف عليها. لو في انسيابيه في شكل فرد حمام هتضيف له لمسه جماليه مفيش مشكله، اما الاساسيات دي لا مفيش عليها اختلاف. وزي ما قال الاستاذ محمود الفاو، كل واحد يخليه في نفسه ويجتهد في الباب اللي هو شغال فيه، هيفيد الناس وهيفيد نفسه في الاول. وفي الاول وفي الاخر احنا بنربي الحمام ده لمزاجنا، مش عشان يبقى فيه مشاحنات او فيه تاتشات ما بين الناس وما بين بعضيها. كفايه ان احنا متجمعين في يوم زي ده، قاعدين مع بعض قاعده كويسه، يوم بنفكوا فيه نفسنا بعيد عن الشغل. وربنا المستعان، شاكرين جدا على الفرجه الممتعه وحسن الاستقبال وحسن الضيافه، وربنا يبارك سواء لمحمد حبشي او محمود الفاو، وطبعا محمد البص وحبيبي واخويا حماده قباء اللي يعني ليه لمسه في الحمام. الله ربنا يبارك، ربنا يبارك لكم حبيبي. حضرتك تقول ايه للغواي بمناسبه التجمع اللي احنا فيه ده وحب الغير؟ والله اقول يا ربنا يبارك للجميع، واتمنى ان يكون الخير عند الناس كلها، وربنا يبارك للجميع. حبيبي نورت الدنيا كلها. حماده عايز تقول ايه للغواي والتجمع اللي احنا فيه ده؟ لو في حاجه حابب تتكلم فيها اتفضل. ربنا يوسع على الناس كلها والله، ويوم جميل، وكفايه يعني الناس كلها جت نورتنا، وربنا يوسع على الناس كلها. عايز تقول ايه؟ والله مثلا نقوله طالما في حد ناوي يتطور في الحمام يتطور في حدود الاصول. يعني مثلا مفيش حد يطلع فرد حمام رجليه طويله او في عيب فيه يقول لك ده كده التجديد. ربنا يبارك في الناس كلها. حبيبي يا احمد نورت الدنيا كلها. ام حسين عايزين نسمع بقى منك كلمتين حلوين كده بمناسبه موضوع اللي هو ان احنا بنتجمع ونقدر ان احنا هو بنتجمع ونحط مواصفات للحمام، الموضوع مش صعب. فتقول ايه نصيحه يعني لو حاولنا نعمل حاجه زي كده؟ والله يا جماعه انا دايما هقول كده، انا من ساعه ما يعني ماليش كلام كتير وما بتكلمش في الغيه كتير يعني الحمد لله، بس انا شايف ان احنا نقدر نتكاتف ونعمل حمام كويس. ليه الناس ما بتتبادلش الحمام كويس مع بعضها؟ حد عنده حاجه، الحمام ده مش احتقار، الحمام ده ملك للجميع، هو بالاول والاخر هو ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. الناس تبدا اللي عنده حمامه كويسه وربنا رضاه منها يدي غيره عشان نشوف مستويات. احنا مش هيبقى 10 20 واحد بس عندهم حمام جامد والناس الباقيه ما عندهاش. الناس لو بدات روح المشاركه عنده حمامه جامده يديها لغيره طالما ربنا رضاه منها، كلنا هيبقى عندنا حمام كويس ونقدر نحط قوانين للحمام. بلاش نضيع الغيه، لان الغيه دي فيها مهندسين ودكاتره وضباط وكل الفئات. فاحنا غيه حلوه، غيه ملوك. الحمام ده ناس متربيه، ناس ملوك، ناس عندهم مزاج بيحبوا الحمام الحلو. يعني اي واحد غاوي مثلا غواه كبار نص ساعه عند الحمام ممكن تنسيه اي مشاكل عنده. فليه احنا عايزين نبوظ الغيه؟ نحافظ عليها ونطور الحمام زي ما قلت، نجتهد وكل واحد يخليه في نفسه ويجتهد ويورينا اللي عنده. يعني كل واحد يطور في الغيه ويعمل حاجه كويسه للناس عشان نفيد بعض. يعني احنا من الاول والاخر لازم نفيد بعض. الله يفتح عليك طيبين. وانت طيب يا جبالي تقول ايه في التجمع الحلو ده والغواي؟ والله الناس مشرفينا والله العظيم، يعني احنا ما كناش عارفين نعمل معاهم ايه اكتر من كده كمان. يعني ده اللي احنا قدرنا، احنا اهم حاجه بس نكون بسطناهم والله وبسطنا الناس.
حبيبي اقبال منور الدنيا كلها حبيبي يا محمد. يوم جميل بتغنوا عن جايه بيكم والله العظيم والله العظيم قاعد اخوات والله طيب يبارك لك يا محمد. وصلت طيبين لكل المشاهدين يا عمور حبيبي ربنا يبارك لك يا عمار. كان عارف ان انت بتعشق الريحاني مش بتحبه فانا عايزك تقول لي كده حاجات انت مفتقدها في الريحاني دلوقتي وحابب انها تكون موجوده. والله الريحاني بالنسبه لي من اقرب الحمام على القلب يعني. فرد حمام بيبقى طقيته سودا جبتته سودا السنيور بتاعه يبقى كلوب ابلاتين ابيض فيه بخمة مهم طبعا طبعا هو اللي بيقول لي ده رحاني ها؟ ما هي لو الرقبة بقت لقطة خلاص بقى فرد حام بتاع نش لازم البخم هنا يفصل الرقبة بتاعه وجن وجنتين من الجنبين انت شايف ايه ايه برضو فرد الحام لما يتواجد في القفص بيبان اكتر بيبان اكتر فرد حام بتبقى قرطة عديدة الكورة بتاعته عديدة عالية عظمه بيبقى عريض بيبقى أقشع عظمه في المكانيرات تمام تبقى كفونه رقيقة وواسعة ضرايبه بتبقى ياقوتي فردة حامل رجله قصيرة بيمتاز بردك بالعضة كل المواصفات اللي انت بتقولها دي فيه يعني لازم تبقى فيه دي النمر الاساسيه بتاعته ما بتقولش حاجات فرعيه كده لا 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 طب انت شايف ايه الحاجات الفرعيه اللي فيه اللي ممكن لو ما جاتش مش هتهم يعني ممكن مثلا زي شار ما جات زي ما جاتش مش فارقه معايا مش فارقه مش فارقه معايا تمام جات خير وبركه ما جاتش برضه هجوات تمام اللون عليه عامل اساسي فيه طبعا لازم تبقى طاقيه سودا وجبته سودا تكون لميعه ما يكونش فيها اي كتكته ولا تبليص الجبته لازم تكون كلها لقطه حته واحده كتكته تعيب تبليص على ظهره يعيب فرخال تحت هنا يعيب اي ريشه باضيه بيضه في جسمه تعيب طب تقول لي الغواء ايه اللي بتربي ريحاني وتنصحهم بايه عن تجربه انت راجل بتحب اللون وشغال فيه فتقول لهم عن تجربه عشان اللون ده يفضل موجود في الغيه تقول لهم ايه؟ والله هو ينتخب فرد حمام يشتغل بيه يكون فرد حمام هو الاول ما كامل الا وجه الله ونعم بالله يعني على قد ما يقدر ما يكونش فيه شوائب كتير نمره اتنين يبدا يشتغل عليهم ويكمل مع فرد الحمام وموسم والتاني وربنا ان شاء الله يرضي فيه عيوبه الاساسيه ان انا فرد حمام مبرص بنقصه في خلخال بنقصه الضرايب وبيضه بنقصه طبعا بيبقى ليه بقى وقفه وستايل تاني مش هيبان الا في القفص واعتقد هم شافوا الكلام ده واحنا بنفرج الحمام يعني شافوا وقفه الحمام ده عامله ازاي تعالى كده يا محمد لو حابب تضيف حاجه برضه صندوق بيبقى فرد الحمام ورق وغزير الريش وبقى طويل تمام عايز تقول حاجه يا محمد يا حبيبي بالنسبه للريحاني انا عارف انت بتحبه برضه والله الريحاني هو الحمام الجميل قوي في المكيرات بيتميز بالبدله الجميله يعني بدلته مثلا تكون شده لميع مش في الجريبه ولا محتاج علي صوتك بس عشان الناس تسمع الريحاني المفروض يتميز بلونه يكون فيه لمعه كده تمام ما يكونش مجرب او بحتان تمام طريقته لازم تكون سودا دي تمام ما تكونش مشهبه من فوق ولا في اي حاجه تمام عظمه بيكون ايه يعني متناسب كده ولا قصير ولا طويل يعني كل ما قصر كان بقى افضل بس يعني زي كده بالظبط جميل هو بيبقى اخشن عظم في المكانيرات اخشن عظم انا لما جيت قلت المصطلح ده على فكره مقاطع كلامك يا محمد لما جيت قلت المصطلح ده قبل كده الناس اتريقت وفي ناس قالت ما تقولش الكلمه دي مفيش حاجه اسمها خشنه في المكانيرات لا هو اتخن عظم بالنسبه للمكانيرات بيبقى عظمه زي المثلث رفيع من قدام وعريض من ورا عكس الاصفر بيبقى شعيري من ورا زي قدام ليه الهدف زي الاصفر ولا؟ اه دي الهدف. دي بس الهدف ده بيدل على صحه فرد الحمام يعني بنسبه كبيره يعني. يعني في حمام فرد الحمام لو مخدوم صح بالظبط في انواع ثانيه كتير بيبقى فيها هدف مش شرط المكانيرات بس. تمام. تاني حاجه برضو لازم تكون عينيه يودي محمره. تمام. دي بتبان اكتر. دي بتبان اكتر معاك يا عمرو برضو. ادي طيب لمحمود كده عايز اساله على حاجه. اتفضل هتطلع برضك حاضر
انا عايز انا سالت سؤال لعم احمد كده في البدايه اساله لك تاني، انت شايف ايه اللي ما بقاش متواجد في الريحاني دلوقتي عكس زمان؟ الريحاني نفسه مش متواجد. طيب طب قول لي قول لي ايه. هي المشكله بس ان الحمام دوت فصيل ما ينفعش يدخل عليه اي حمام بيتعقر. ولو دخل عليه اي حمام ما ينفعش يتنقل، الموضوع بيبقى صعب. غير مثلا في مثلا فصايل تانية ممكن لو دخل عليهم حمام تبدا تشتغل وتبدا تنقيهم تاني بحمام بيور. لكن مشكله الريحاني او مثلا اللي انا شايفها ان هم اصلا هوايهم مش كتير، فاللي المتاح مش كتير، وعشان كده بقى الحمام ما بدا يخلص. يعني صعب قوي دلوقتي لما تشوف مثلا فرد حمام لون ضربته صح، او فرد حمام مثلا فنياره صح. لان في ناس مفكره ان الريحاني فنياره تقيل زي القطاطي، وده مش صح. الريحاني فنياره دايب، كل ما فنياره ضيق كل ما بقى افضل. كل ما فنياره بقى مدي على لون الفضي او الابلاتين بقى افضل. كل ما فرد حمام في عيضه وسواده كويس بقى افضل. وانا اختلف مع احمد اخويا احمد شلبي اللي بيقول ان الريحاني لو فنياره دار ما يبقاش ريحاني. لا انا بتكلم عايز بخره. الريحاني لو فنياره دار يبقى ريحاني، بس ناقصه نمره. ان انا دلوقتي لو قدامي مثلا ريحاني جامد جدا في المستوى في التكوين بس فنياره داير، غصب عني هاخد واشتغل لان مفيش. بس انا هسعى ان فرد حمام يبقى ليه بخره، او ان انا مثلا اميز حاجه لما اجوزه مثلا اجوزه حمامه فنيارها قليل قوي او تكاد ان تكون سودا مثلا فنيارها خفيف، عشان ابدا اوجد له بخره، او اوجد مش ليه هو اسم لاولاده او للناتج بعد كده. بس فهي القصه كلها ان مفيش حمام كامل. وانا لو لقيت فرد حمام في نمر هبدو اشتغل حمام شغل يعني. لان ده المتاح. لان اصلا يعني الريحاني دلوقتي بقى صعب يكون موجود يعني، او فرد حمام قليل قوي لما تلاقي فرد حمام كويس. ايوه كده. بس انا لو قدامي اثنين واحد فيهم بخن وواحد ثاني بيعمل، هاخد ابو بخن طبعا. هاخد ابو بخن. هاخد ابو بخن. ليه هاخد اللي هو رقبته مقفوله يا باشا؟ هاخد ابو بخن. ولو قدامي واحد ضربته ولو قدامي واحد ضربته كويسه ولو قدامي واحد ضربته كويسه هاخد اللي ضربته كويسه، ولو قدامي واحد عضه حلو هاخد اللي عضه حلو، ولو قدامي واحد رجليه صغيره هاخد. بس لو قابلني واحد مثلا رجليه طويله وتكوينه ممتاز هاخده واشتغل. هاخده واشتغل ليه؟ لان مفيش خالص. مفيش يعني. انا مثلا كل جوايا مصر اصحابي قليل قوي قوي لما حد بيفرد فردي ويبسطك، وبيبقى غصب عنه بقى حتى لو ناقصه نمره ولا نمرتين، لان مفيش. فهو غصب عنه هو ده اللي بياخده يشتغل بيه بس. وطبعا هم اخواتي احمد ومحمد يعني قالوا كل حاجه، يعني مفيش حاجه تانيه تتقال بصراحه. وهما الاثنين الله يكون في عونهم، انا بقعد اتخانق معاهم ان هم يعني ماسكين في اللون دوت عشان بيحبوه. كنت شايف ان اللون صعب ان هو دلوقتي تعمل اصعب لون في المكان. يلا هو لما بيخش على حمام محمود يوسف لما بيخش على حمام غريب زي المكنره زي الصفر عامل زي السكروت، صعب ان انت بيتعكر على طول زي السكروت زي اللبن كده عكرته ما ينفعش تنقيه. ده اكتر حاجه خلت الريحان يخرب. ما تعرفش تعلم بس. تمام. فهو عايزين نتكلم يعني ختموه مسك كده على الازرق كده، وكلمنا من وجهه نظرك يعني الازرق ناقصه ايه في مصر في الغيه يعني؟ والله مش ناقصه الازرق، يعني لون كويس ومن الحمام اللي انا بحبه. وفي حمام كتير فيهم مميز، وفي حمام كتير فيه نمر، واي حد ممكن عايز يشتغل سهل ان هو مش سهل قوي يعني، بس سهل يجيب حمام فيه نمر يشتغل بيه وبس. وانا شايف ان الازرق اتطور كمان عن زمان. بس يعني اهم حاجه في التطوير ان فرد حمام يبقى محتفظ بمواصفاته، شكل عظمه وشكل جسمه ولونه وحدته وعضاه ورجله. دي من وجهه نظري ان الحمام مش عيب انه يتطور، لكن العيب ان هو يبقى فيه صفات مش صفات الفصيل، صفات تانيه من فصيل تاني بس. دي كده وجهه نظرك بالنسبه للازرق لطيف. دي وجهه نظري من الازرق ان في حمام دلوقتي وشباب كتير عامل فيهم مجهود وعامل فيهم شكل كويس ومواصفات كويسه. ده فرد حمام بتاع حماده قباء، ده فرد حمام كويس وفي نمر كويسه، ومن وجهه نظري لونه كويس وجبهته كويسه وعظمه كويس وبيعرف يقف كويس وعضه كويس. بس طبعا حماده بس مهتم بالبيع، ما بياكلش الحمام. عايزين بقى ايه يعني نقول كده في نهايه الفرجه دي خالص كده، يعني كل واحد كده يقول كلمه كده يعني للغواه من قلبه بعيد عن الحمام بعيد عن اي حاجه. يا ريت الغواه تحب غيته وتحب الحمام ويحبوا بعض، عشان الموضوع بقى الموضوع نفسي. المشكله الموضوع بقى نفسي، فلان عنده وانا ما عنديش، انا عايز فلان ينزل عشان انا اطلب.
لا فلان عنده خد واشتغل. فلان ده اساسا ما اتولدش بالحمام ولا غيره اتولد بالحمام ولا غيره ولا اي حد فينا اتولد بالحمام. القصه كلها ان اي حد عنده حمام كويس اتمنى له الحمام يكتر عشان لما الحمام يكتر انا هعرف اخد. مفيش حد يقول لك اصل انا ما ببيعش واصل انا ما بعملش واصل انا ما بسويش. طول ما عندك اي غاوي طول ما عنده حمام كتر هيدي، وطول ما ادى يا ريت اللي ياخد يحافظ ويكمل عشان الحمام يكتر الحلو. لما الحمام الحلو هيكتر كلنا هنلاقي، لكن لما الحمام الحلو اصلا هيقل. انا وعندي حمام وقليل ما فرختش شد حد، وانت لو ما عندكش مش لاقي حد تاخد منه، بقينا احنا اللي بنضايق الدايره على نفسينا. بس فهي القصه كلها ان يا ريت اي حد عنده حمام كويس يشتغل عليه ويبدا يدي للناس، يدي للناس عشان الناس تشتغل كلها، عشان الناس تشتغل وعشان الحمام الحلو يكبر، لان انت بتحب لون نفسك تشوف فيه مجموعه كبيره كويسه. بس مش الله يفتح عليك يا فهد. عم احمد يا عمر كلمه بقى اخيره في الفرجه الجميله دي والقعده اللي احنا قاعدين فيها دي. بص الاول عايزين نتجمع في الخير دايما، وعايزين الايام ترجع بينا زي ما كان بيحصل فرجات وكان بيحصل معارض وناس على مستوى المحافظات كلها تتجمع في الخير وفي حب الغاية. دايما كنا يعني بنسعى ان كلنا نتجمع في لو حتى لو في يوم في السنه على مستوى جميع المحافظات نشارك في معرض وكلنا بنقابل بعضينا وكلنا بنشارك بحمام، وكفايه ان هو بيبقى تجمع حلو للغايه وبعضيها وبيعمل نشاط للغايه. ده اللي احنا نتمنى ان هو يرجع تاني. الله ينور يا عم احمد ونورت الدنيا كلها. الله العظيم يبارك لك يا عمور. حماده تقول ايه للرجاله اللي شرفتنا النهارده؟ انا ناس نورتنا والله العظيم ويوم جميل وان شاء الله تحصل تاني باذن الله نور الدنيا كلها باذن الله. حبيبي يا حماده نورت الدنيا عمور. ماشي نورت الدنيا كلها والله. حبيبي الله يبارك لك بنورك. تقول لهم ايه؟ قال لهم والله متعتونا واكرمتونا ونتمنى على طول نتجمع كده في يوم زي ده في الخير كده ونشوف بعضينا حتى لو يوم في السنه وربنا يبارك الجميع. حبيبي انت نورت الدنيا كلها والله. الله يبارك لك بنورك. حبشي تقول ايه لحبايبك واخواتك واخوال حمام وضيوفك النهارده؟ والله نورتوني وشرفتوني ويا رب نكون كنا عند حسن الظن. وطبعا الفرج وتداول الحمام بيننا وبين بعضينا بتفيد الهواة. يعني مثلا المعارض لما كانت موجوده كنت بشوف مثلا اخويا مثلا انفاق وصل لمرحله ايه في الحمام وطمشه بقى ايه، برده اخويا احمد شلبي وصل فين في الحمام وايه الصفات الجميله اللي عنده ممكن اكملها من عنده. لكن دلوقتي يعني الفرق دي والتجمعات دي بتفيدنا. انا الناس بتشوف حمامي وانا بشوف حمامي. بتعرفك وصلت لحد فين بالظبط، بشوف انا فين وهو فين ونحاول نكمل من بعضينا. فدي بتبقى في خدمه الغايه في الاول وفي الاخر. فالفرق دي بتبقى جميله في كده. وطبعا هم نورونا على راسه والله نورت الدنيا. طيب حبيبي يا محمد جبالي حبيبي يا عم عمرو تقول ايه لاخواتنا اللي كانوا موجودين؟ والله هم مشرفينا والله العظيم والقعده معاهم يعني عاوز اقول لك على حاجه فرحانين بمجيتهم والله. حبيبي يا عم ايه قعده اخوات مش بره الحمام بره اي حاجه. احنا اخوات حمام مش حمام، احنا يا دوبك بس بنجتهد ان الحمام ما وصلنا بناس كويسه ان احنا نعرفها. حبيبي ونتمنى يبقى في معارض جايه ونطور من نفسينا ونركز نركز في الحاجه اللي احنا بنفرخها مش بنركز مع الناس. ركز في اللي فيه بقى ان شاء الله نشوفكم في لقاءات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.